الأهل في حياة أي زوجين بالذات اللي لسه متجوزين جداد دايماً بيسبب مشاكل، ونعمل إيه عشان نمنع تدخل الأهل في البيت الجديد وجوازنا، وإزاي رد فعلنا ما يكونش بيتعارض مع مبدأ إكرم أباك وأمك. نعمل إيه عشان نمنع هذا التدخل بطريقة فيها إكرام للإيه؟ للوالدين، بطريقة فيها محبة وفيها مبادئ مسيحية تعلمناها من أول الرحلة بتاعتنا حتى الآن. الاحتفاظ بالاستقلال والدفاع عنه، من يفعله وكيف يفعله؟ الأول لازم نقول من، عشان نقول إزاي نحتفظ بالاستقلال دوت برغم الضغوط للتدخل. السؤال الأولاني من، قبل ما نقول كيف. غريبة قوي، نقول كيف الأول وبعدين من. لا لا، هي من، السر في من مش السر في كيف. أنا المسؤول كرجل أني أمنع عيلتي من التدخل، أنا اللي أحامي عن بيتي من عيلتي، مش مراتي هي اللي تتصدى لهم، هي اللي تحامي عن بيتنا من أهلها وتمنحهم التدخل، هي اللي تقول لهم ما تتدخلوش مالكوش دعوة، أنا اللي أقول لأهلي ما تتدخلوش مالكوش دعوة، هتسافروا ليه؟ هو مزاجنا كده، هتروحوا فين؟ مطرح ما احنا عايزين نروح. انا ما اقفش بينها وبين اهلها، هي ما تقفش بيني وبين اهلي، لو هي وقفت بيني وبين اهلي اهلي هيعملوا فيها ايه؟ هيفرموها، لكن انا هيزعلوا مني، ازاي مش هيقدر اتدخل بس انا ابنهم، هيزعلوا مني نص ساعه وبعدين هيقولوا انت حر، لكن لو زعلوا منها هتبقى مصيبه، هيوروها لايه؟ المر والنجوم في عز الدهر، لكن يزعلوا مني هنتصالح، لان انا ابنهم، انا اقدر اقف لهم، انا فاهمهم كويس. انت المسؤول ان تدافع عن بيتك من اهلك، انت المسؤوله عن حمايه هذه الخليه الجديده من الخليه القديمه. لو عملناها كده مفيش خسائر في الارواح خالص. ما ينفعش اقول لمراتي لا انت روحي لماما قولي لها ماما ما تتدخليش، ابدا ما ينفعش، ارميها الرميه السودا دي، ما ينفعش ما ينفعش. فافضل انا في نظر اهلها الراجل التمام، تفضل هي في نظر اهلي ست الستات، يزعلوا مني اهلها يزعلوا منها بس ما يزعلوش مني انا، ولا اهلي يزعلوا منها هي. فمن هو الاجابه؟ من هو الإجابة؟ ساعتها كيف هتبقى سهل قوي، إني أقول لهم ملكوش دعوة بكل لطف، هتعملوا إيه؟ هنعمل كذا 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 باختصار شديد. ليه؟ يعني مقتنعين بالحكاية ديت، بس الحكاية دي غلط، نفسنا نجرب يمكن تطلع صح، ولو طلعت غلط هنغيرها. سهل قوي يا جماعة، ما ينفعش، سيبونا نجرب، لازم نجرب بطريقتنا، لازم نجرب بطريقتنا، من حقنا. ده ما فيهوش عدم إكرام. أنا بحب أهلي، أنا مقدر اللي عملوه عشاني، لو احتاجوني أنا تحت أمرهم. وبالعكس بقى، اللي بيخدم أهلي أكتر مراتي، فيزعلوا مني وينبسطوا بيها، هي اللي تخدمهم. والعكس صحيح، واللي يخدم لها أكتر أنا، فأنا محبوب عند عيلة مراتي وهي محبوبة عند عيلتي. واضح الفكرة عايز اقولها؟ انت كده بتحافظ على العلاقات الإيجابية، ان هي بتقوم بدور مع عيلتي اكتر مني، هي اللي بتخدم امي اكتر مني بما لا يقاس. النهاردة لما بتحتاج حاجة بتكلمها، ما بتكلمش انا. امي اللي بتحتاج تكلم مراتي، ما بتكلمش انا. اولا مش هتلاقيني، ثاني هنسى، لكن مراتي اللي هتلاقيها ومش ممكن تنزل. ففي الوقوف كل واحد بيقف لعيلته، في الإكرام مطلوب الإكرام يبقى أكتر إيه؟ عكسي. أنا هكرم أهلي بس هصدرها في الإكرام عشان تاخد كريدت، هتصدرني في الإكرام عشان آخد كريدت. فهمتوا بقول إيه؟
بحتفظ بالعيلة واحدة، وبحتفظ ساعتها بالعلاقات الإنسانية مع العائلة القديمة سليماً.